صباح الخير، صباح الخير فرح وآلاء، يسعد صباحك وصباح كافة المشاهدين، ورمضان كريم ينعاد عليك وعلى كافة المشاهدين باليمن والبركات. وبالفعل يعني احنا معكم بهالصباح من مدينة عكا، المدينة اللي جميلة مش بس ببحرها وإنما بالأساس بناسها وبأجواءها وبأسواقها وأزقتها اللي بكل ركن. بالفعل من مدينة عكا يا ريتكم معنا يعني تشتموا في كل ركن رائحة التاريخ وعبق التاريخ. واحنا معكم في هالصباح يعني ما زالت الحركه بطيئه في اسواق عكا، لانه يعني المحلات يعني قبل قليل فتحوا، يعني مثل ما عم نشوف المحل عم بتجهزوا يعني لافتتاح ابوابهن في هالصباح، وبالتالي يعني ما زالت الحركة خفيفة بهالصباح. لكن يعني بنتأمل أنه مع تقدم ساعات النهار بالفعل يكون في إقبال أكثر. ومشاهدينا في هالصباح يعني بنتحدث مع يعني التجار بهالمدينة، وبنتعرف أكثر كمان على المنتجات اللي بيبيعوها وخاصة في الشهر الفضيل. بنتعرف عليك الأخت هنا عندها مكان لبيع السكاكر وأيضا البخور، يعني عارفين عن نفسك في البداية. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. سحر جارحي من عكا. سحر، يعني بالبداية عارفين على المحل اللي عندك، إيش يعني أبرز المنتجات اللي بتبيعوها؟ إيش عندي قسمين، أنا هون عندي قسم الحلويات وهون عندي قسم البخور. بخور فت عليه أكثر أنا بمجال، لأنه مجال حلو وهيك الناس صارت تطلبه بآخر الفترة كتير. صار عليه إقبال أيضا في رمضان. كتير عليه إقبال قبل رمضان، الناس كلها إجت شرت بخور، نوعت، اللي نكون عندها روائح كتير حلوة بالبيت. كيف عم بتشوف الإقبال في هالشهر؟ يعني إحنا بعدنا في بداياته، لكن التحضيرات لرمضان، إقبال الناس كيف عم بتشوفيه؟ إقبال الناس خفيف، أول رمضان يعني أول يومين ثلاثة لسه خفيف، يعني كتير يعني نادر ما تشوف العالم، العالم كلها شرت احتياجاتها قبل رمضان، قبل يومين ثلاثة أيام أربعة قبل جمعة رمضان كان إقبال، اللي هو الناس خلصت كل إشي عليه عشان ما يمكن ما صحلاش تنزل او تتريح او تتعبد بهذا الشهر. ومتأملين خير يعني مع تقدم رمضان واقتراب العيد، يعني حكى دائما في العيد نشطه. احنا عم نحضر حالنا للعيد، ان شاء الله العيد يكون السنه غير، يكون احلى، امان اكثر، حركه احسن ان شاء الله، الناس تيجي تتوهد من كل البلاد ان شاء الله. طيب تعال نتعرف على يعني كمان في منتجات هيك، انا شايف في اشياء اللي هي بالفعل يعني حتى خصها في الشهر الفضيل، عارفين اكثر على المنتجات اللي عندك؟ اللي عندي نبدا من غير، عندك البخور، كل انواع البخور، طبعا البخور بيختلف من بلد لبلد، بيختلف من ناس لناس، الناس ايش بتحب، كل واحد ايش بطلب فيه، في عندنا الخليجي، في عندنا المغربي، في عندنا العماني، في كثير شغلات اللي هي متنوعه، كل واحد حسب ايش بلايمه او ايش هو بحب ايش يحط بالبيت. هسه عندنا عده انواع مختلفه، كمان عندنا البخور العيدان، عندنا مباخر على انواعها، يعني عندك عده انواع، يعني انواع كثير من المباخر اللي هي حسب ذوق كل اللي بيجي يشتري. ذوق اللي له عندنا ان شاء الله موجود، من خشب، من نحاس، من هاي، من كل هاي الشغلات. او يعني اعطيني هيك معايده اخيره للمشاهدين اللي عم بيشاهدونا في هالصباح. اول شيء بقول لهم كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم سالمه، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله يا رب، رمضان الله يتقبل من الجميع الصلاه والصيام، وان شاء الله يكون يعم السلام بهالبلاد ان شاء الله، واهلا وسهلا فيكم. كل الشكر لك، يسعد صباحك ورمضان كريم، يعطيك ألف ألف عافية. يعني مشاهدينا إحنا ما زلنا معكم في هالجولة الصباحية، وعم نتنقل من مكان لمكان، يعني نروح على هالمكان اللي فيه أكثر يعني بهارات وما إلى ذلك. بنتعرف أيضا على صاحب المحل، أيضا بنشوف هنا مكسرات ومستلزمات اللي يعني متوقع أنه في رمضان الإقبال عليها أكبر. يسعد صباحك، عرفنا عن نفسك. ابو سلطان عكا، اهلا وسهلا. عطار ابو بهارات، يعطيك الف عافيه. ابو سلطان، يعني لو نعمل جوله هيك معك تعرفنا اكثر على المحل، لك تفضل. احنا محلنا مختص بالعطاره والاشياء القديمه اللي كانوا يعالجوا فيها بالاعشاب، وكل المواد طبيعي قديم زمان، عطاره وبهارات موجوده عندنا ان شاء الله. مش بس مكسرات وبهارات وحبوب، احنا مختصين بالعطاره نفسها، العلاجات القديمة وكل شيء كانوا يستعملوه زمان وتعالجوا فيه قبل الطب، احنا موجود عندنا بعده.
الحمد لله. يعني ايش خاصية العطارة؟ بالفعل عم نشوف هنا منتجات اللي يعني قديمة، ويعني ايش خاصية اللي عم تحكي لنا؟ هي مختصة بالتقولي يعني كل الأمراض، أي مرض في الدنيا، يعني أي نقول يعني كانوا زمان ما كانوش يروحوا عند الأطباء، ما كانوش يعرفوا إشي اسمه طب، كانوا يخافوا من الطب، يخوفوهم من الإبرة، يخوفوهم من هالأشياء، كانوا يروحوا عند العطارين يسألوا على الوصفة لهذا المرض ويلاقوا هذا الدواء ويأخذوه ودلين رايحين ويرتاحوا وينبسطوا ويطيبوا، لأنه هو المرض يعني إذا تيجي للأشياء مهمة، المرض يعني المرض هو بس بالرأس. يعني أنت حضرتك أبو سلطان ورثت هالمهنة؟ معلوم أهلوم عن أخوي. يعني تعال نشوف هون في المحل عندك، ايش اكثر شيء الناس بتقبل عليه في رمضان، في التحضير لرمضان؟ هسه اكثر شيء الناس بتشتري تمر، قمر الدين، بيشتروا اكثر ما تقولي بهارات لطبخات الرز ومش الرز وهي القصص كلياتها، ومكسرات النية هي اللي بتعزز الطاقة بالجسم اثناء الصوم. بهارات انا شايفه كمان اكيد يعني هذا حقل مهم جدا خاصه في رمضان. البهارات هاي كلها انا بطحنها، انا بعملها شغل ايد. احنا عندنا البهارات بتبلش من حبوب، واحنا بنخلط الخلطات تاعتنا لكل انواع الاكل. نعم. طب الناس عندنا هون اي بهارات بتطلب؟ ايش اقبالها اكثر خاصه في الطبيخ في رمضان؟ اكثر شيء بطلبوا بهارات الشوربه وبهارات الرز عندنا احنا في رمضان، وبهارات الدجاج لسه كبداية، وبعدين بلشوا يغيروا هن سمك واشياء كتير، بس بعد العالم ملزقه بهالقصص. او احكي لي كيف الاقبال اللي عم بتشوفه اسا في التحضير لرمضان، في رمضان نفسه مع انه بعدنا بداياته، لكن التحضيرات لرمضان كيف كانت؟ والله مش زي كل سنه، هاي السنه نزلت شوي صغيره، يوم ما رفعوا الكونتينر وغلوا كل الاستيراد والتصدير على بلادنا اثرت كتير، اثرت على العالم، العالم عم بتحس فرق، مش عم بتخاف على مصرياتها، اللي قبض معاش صار يمسك ايده يقول بدي امسك حالي عشان الاولاد يتعيد بجيب اللازم فقط، الناس مش عم تتنشنش، مش عم تاخذ راحتها، المعاشات هي زادت شوي صغيره بس العيشه زادت كتير، وهذا بياثر علينا كلياتنا، وانا حاسس انه عن جد العالم بطل معه مصاري زي قبل، كان زبون يجي لعندي هون ياخذ حريته يشتري ايش كثير اشياء حتى لو بيعرفوش يشتري للإشي يتعرف عليه بإمكانه يشتري. اليوم الناس حتى الإشي اللي بتعرفه بحاجة إلا مش عم بيشتروه لهذا الغرض، لأنه عم بحسوا إنه هذا بيأثر عليهن لقدام، إنه إسا كمان في شوي عيد علينا وعنده 4 5 أولاد كيف بدي يعيش هذا الرجال؟ أنت شايف الدولة كلها غليانة والبنزين غالي والذهب غلي كله غلي. يعني أعطينا هيك معايد أخيرة هيك ننهي بأمل إنه يكون بالفعل يعني خير علينا بالقادم. بقول إن شاء الله خير، أول إشي الحمد لله إنه ربنا سبحانه وتعالى معطينا الصحة وشبعانين وعم ناكل، والأكل اللي عم نرميه أكثر من اللي عم ناكله، هاي من ناحية مستورة والحمد لله، ونعيش عقدنا ونشتري اللازم ونستمر، أهم شغلة إنه نعبد ربنا ونصلي ونصوم، وهذا الإشي ما تخليهوش يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، والدنيا هي عبارة عن رحلة أكم من يوم وإحنا طلعين منها ومش راح نكمل، والدنيا هي عبارة عن امتحان، إن شاء الله يكون الامتحان منيح والله يتقبل منا الصيام والصلوات، ربنا كريم والله يخلينا كل الأوادم إن شاء الله. كل عام وانت بألف خير أبو سلطان، يعني ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية، وبالفعل الأحوال تتغير إذن مشاهدينا. شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدينا يعني رغم الاحوال الصعبه الا انه يعني هناك تفاؤل وامل في القادم هون في مدينه عكا، يعني هالاسواق مثل ما انتم شايفين الحركه ضعيفه، ايضا الباعه بيشتكوا ايضا من غلاء الاسعار مثل في كل محل بطبيعه الحال، ولكن في هالشهر الفضيل يعني ما بيبقى الا انه نتمنى البركات لنا جميعا، وبالفعل انه يحل علينا في كل عام بألف خير وسلام. كل الشكر لكم زميلاتي ولكل السادة المشاهدين، ومن مدينة عكا عروس البحر بنصبح عليكم ونهاركم سعيد.